Hello dear students, my name is Dr. Karim. This is the sixth lecture in e-learning by this course for Accounting for Corporation. Today we are going to take a new chapter by Accounting for Bonds Payable by Practical Part. اهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة ان شاء الله هناخد الجزء المتعلق في الجزء البراكتيكال اللي هي البراكتيكال بارت باي Accounting for Bonds Payable اللي هي المحاسبة عن السندات المستحقة. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن what is the difference between the stocks and bonds، ايه الاوجه الاختلاف او ايه الفرق ما بين the stocks والbonds. طبعا النهاردة هنتكلم عن الجزء البراكتيكال اللي هي المتعلقة بالجزء اللي فاضل من المنهج اللي هو البونز. هناخد جزء عملي اللي هي المحاسبة عن السندات المستحقة اللي هي accounting for bonds payable. Accounts for bonds payable events in the life of a bond issue usually are. بيقول لك ان المحاسبة عن السندات المستحقة بتحدث في حياة اصدار السهم عادة بتكون usually are. Number one, issuance of the bonds, اصدار اي بتصدر السند بتاعتها، اصدار السندات. Number two, semi-annual interest payments، بتدفع الفايدة اللي عليك semi-annually، نص سنوي. Number three, accrual of interest payable at the end of each accounting period، الفوائد مستحقة الدفع بتدفع في نهاية كل فترة محاسبية. Number four, retirement of the bonds at a maturity، سحب الشركة تقدر تسحب السندات بتاعتها في وقت فترة الاستحقاق. Maturity يعني استحقاق. تعال نقرا مع بعض اكزامبل او البروبلم اللي ظهر عند حضرتك على الشاشه. بيقول سيادتك هنا ذا فيرست اكزامبل، اسيوم ذات اون 1 جان 1993 وي كوربريشن ايشوز 10000 بونز اوف 12%. بيقول سيادتك ان الشركه بتصدر 10000 سند والفايده بتاعتها 12%. يبقى again assume that on 1 جان 1993 وي كوربريشن ايشوز 10000 بونز اوف 12% 20 year bonds payable. بيقول لك ان فتره السند او عمر السند نفسها العمر بتاعها 20 سنه، فده بنسميه maturity date اللي هي فتره الاستحقاق. 20 year bonds payable اللي هي that means الماتوريتي ديت اللي هي فتره الاستحقاق، وقت فتره الاستحقاق، وقت ما هترجع القرض اللي عليك مدي لك فتره السماح قد ايه؟ 20 years 20 سنه. These bonds are date 1 جان 1993 and interest is computed from this date. Interest on the bonds is payable semi-annually. طبعا حضرتك ان انت هتدفع فايدة السند اللي عليك semi-annually، نص سنوي، في each امتى؟ في 30 جون and 31 ديسمبر. If all of the bonds are sold at par value face amount 100 Egyptian pounds per bond. البار فاليو اللي هي القيمة الاسمية للسند، البار فاليو 100 بير بوند، وباعها بنفس السعر بتاع البار فاليو اللي هي ال 100 بير بوندز. طالب من سيادتك في الريكوير تعمل جورنالايز انتري. طبعا حضرتك من خلال الجورنالايز انتري هتعمل سكادجول اهو اللي ظاهر عند حضرتك على الشاشة، وهنقول الجورنال، والجورنال عبارة عن انت بتبتدي بالديت وبعد كده الايتمز وبعد كده ديبت اند كريدت. حضرتك هتبتدي هنا في الاول في الديت هتقول في 1 جان 1993، اللي حصل الشركة اصدرت اهو ان وي كوربريشن اصدرت كام سهم، وي كوربريشن ايشوز 10000 بونز، اصدرت كام سند؟ 10000 سند، 10000 بونز، تمام كده. البار فاليو بتاعها كام اللي هو باعها بالبار فاليو بكام؟ 100 ايجيبشن باوندز. يبقى حضرتك هتاخد اللي هي النمبر اوف ذا بونز، عدد السندات، ذا نمبر اوف بونز 10000 ملتبلاي البار فاليو بير بوند ال 100 ايكوال ال 1 مليون. حضرتك هتكتب ال 1 مليون في الديبت وال 1 مليون في الايه؟ في الكريدت. حضرتك هنا في الحاله دي المساله دي بوند، فالبوند ده يعتبر بنسميه بونز بيبل. ليه؟ ان حضرتك الشركه تصدر سندات عشان من خلال ان هي تاخد من خلالها لون، قرض،
بتستلف فلوس من أفراد أو من شركات أو من أشخاص، فدي بنسميها بونز سندات، اللي هي يعتبر الشركة بتستلف فلوس من أفراد أو أشخاص، فدي بنسميها بونز بيبل. فالبونز بيبل الفلوس اللي عليك اللي هي بنسميه قرض السندات. فالقرض السندات اللي هي البونز بيبل بيسمع سيادتك دايما في الديبت، في الديبت ولا في الكريدت، بيسمع سيادتك إن هو بيكون في الكريدت. طبعا حصلت فلوسك كاش، you collected by cash، يبقى الكاش ان ديبت بال 1 مليون، وطبعا اللي هي في الكريدت على انها بونز بيبل اللي هي قرض السندات. والبونز بيبل اساسا النيتشر بتاعها يا حضرات بيكون في الايه؟ في الكريدت. طبعا الاكسبلينيشن هتقول issued، طبعا اللي هو 12 percentage اللي هي الفايده، قيمه الفايده اللي حضرتك هتدفعها، والفتره والماتيوريتي ديت اللي هو 20 year bonds payable، والبار فاليو بكام؟ 100 ايجيبشن باوندز. تمام. يبقى شكل الانتري هو بيقول لك ان الشركه اصدرت كام؟ قال لك وي كوربريشن ايشوز 10000 بونز. هو اصدر ايه 10000 بونز؟ هو راح باعهم، سولد ال 10000 بونز بالبار فاليو اللي هي بال 100. يبقى الحاجه البونز اللي هو باعها اللي هو السندات اللي اتباعت كام؟ 10000 ملتبلاي 100 ب 1 مليون. يبقى الشركه حصلت كاش ب 100، يبقى ايه؟ يبقى the company collected by cash 1 مليون. وطبعا دي بنسميها طبعا بونز، والبونز دي بنسميها car، that means this is loan، واللون in accounting اساسا in nature بتاعها credit liabilities، فبنسميها bonds payable by credit بال 1 مليون. بعد كده في بعد after 6 months، في ست بعد 6 شهور، في 30 جون 1993، حضرتك الشركة بقى هتدفع الفايدة اللي عليها. طبعا الفايدة اللي هتدفع اللي عليها اللي هي bonds interest expense، الفايدة اللي هتدفع دي بنسميها expenses، والexpense اساسا في الaccounting النيتشر بتاعها بيكون debit ولا credit يا حضرات؟ النيتشر بتاعها بيكون debit. فحضرتك بتكتب في الديبت ان انت هتدفع الفايدة اللي عليك. طبعا لما تيجي تدفع الفايدة اللي عليك يبقى for now how to recording in the journalized entry، يبقى ايه؟ bond entries bond interest expense by debit and by credit in cash. الexplanation semi-annual payment of bond interest، بتدفع طبعا الفايدة اللي عليك semi-annually طبعا of bond interest. بكام الفايدة؟ هو بيقول لك اللي هو قيمة السندات اللي هي ال value of the bonds كام؟ ال 1 مليون multiply ال interest كام؟ 12 percentage، يعني 12 percentage that means 12 over 100 and multiply ايه بقى؟ and multiply ان انت اللي هو semi annually، يعني semi annually يعني يعني نص سنوي، يعني that means 6 over 12، ان السنة متقسمة 12 شهر طبعا. فهو بيقول لك semi annually يعني that means 6 over 12. فطبعا هو انا شرحت لك لسيادتك عشان تحسب الانترست، عباره عن انت بتجيب قيمه الفاليو اوف ذا بونز ال 1 مليون ملتبلاي الفايده كام الانترست 12 برسنتج، اللي يا اما تقول 12 اوفر 100 او 0.12 ملتبلاي طبعا سيمي انوالي 1 اوفر 2 او 6 اوفر 12 6 على 12 او نص او نص سنوي، يعني ايه نص؟ يعني 1 اوفر 2 او 6 اوفر 12، هيطلع معاك equal كام؟ 60,000. ده الفايدة اللي حضرتك هتدفعها semi annually 60,000 من from 1 million، الفايدة اللي حضرتك هتدفعها 60,000 by debit and 60,000 by credit. فطبعا هنا في الديبت طبعا هنكتب على انها bond interest expense، ان الانترست الفايدة دي expense، والexpense النيتشر بتاعها debit، فبنكتب على انها debit bond interest expense. وطبعا حضرتك هتدفع الفلوس by ايه؟ you paid by cash. بعد كده في النهاية طبعا لما يجي وقت بقى الايه الماتيوريتي ديت في فترة الاستحقاق بعد after 12 بعد after طبعا 20 years، ان هو بيقول لسيادتك ان هو فترة الاستحقاق اللي هي الماتيوريتي ديت مدي لك كام سنة؟ 20 سنة 20 years bonds payable. حضرتك 20 سنة المفروض لغاية لما تدفع الفلوس اللي عليك. بعد 20 سنة يبقى كده معناه ان الانترست دي حضرتك هتدفعها قد ايه؟ تقدر تحسبها لي؟ اقدر ان انا احسبها. تتحسب ازاي يا حضرات؟ اول حاجة دلوقتي انت هتقول السنة متقسمة سيمي انوالي، يعني سيمي انوالي يعني كم مرة الانترست هتدفع كم مرة؟ مرتين. هتاخد التو ملتبلاي، وهي اصلا سن
وهي اساسا بيقول لسيادتك الماتشوريتي ديت، فتره الاستحقاق قد ايه الماتشوريتي ديت؟ 20 ييرز بونز بيبل، يبقى هتاخد ال 20 مالتبلاي الايه ال 2، ان السنه ان حضرتك الفايده هتدفعها مرتين سيمي انوالي، هتدفعها في النص الاولاني وهتدفعها في النص الايه؟ في النص الثاني، يبقى 20 مالتبلاي 2 ايكوال 40 تايمز ريبيتد، يعني حضرتك ان انت ريبيتد يعني الفايده هتتكرر كم مره؟ ريبيتد باي 40 تايمز، 40 مره. جت منين ال 40 تايمز اللي هي قيمه الفايده اللي هتدفع ال 40 تايمز اللي هي 60000؟ حضرتك ال 60000 دي هتدفعها ريبيتد باي 40 تايمز. جت منين ال 40 تايمز؟ طبعا ان هو بيقول لك السنه متقسمه سيمي انوالي مرتين، يعني الفايده هتدفعها مرتين في السنه، يبقى النص الاولاني والنص الثاني يعني 2 مالتبلاي والماتشوريتي ديت 20 ييرز، يبقى 20 مالتبلاي 2 ايكوال 40، يبقى ريبيتد باي 40 تايمز، هتدفعها 40 مرة. طبعا بعد 20 سنة، طبعا اهو في 31 ديسمبر طبعا ايه 2012، طبعا هتدفع الفلوس اللي عليك طبعا في وقت الماتشوريتي ديت او paid phased amount of bonds at maturity، طبعا ايه هتدفع الفلوس اللي عليك طبعا باي كاش، يو paid باي كاش، يبقى البونز بيبل اللي كانت في الكريدت خلاص عملت لها كلوزنج باي ديبت، وطبعا حضرتك يو paid الشركة ذا كومباني paid باي كاش، طبعا يبقى ايه؟ يبقى the company paid by cash، يبقى الكاش is credit. بكام يا حضرات؟ هنا في 1 مفروض ناقصه بين ال 1 مليون باي ديبت اند 1 مليون باي كريدت. طبعا هنا كان بيشرح لك الاكسبلينيشن، بيقول لك every June 30 during the life of the bond issue way corporation must pay 60,000 to the bond holders، حملت السندات الفايده اللي هي بتدفعها 60,000، جت منين 60,000؟ زي ما قلت لحضرتك ال 1 مليون multiply 0.12 multiply 1 over 2 or 6 over 12 equal 60,000. وهنا بعد كده بيشرح لك تاني، بيقول لك بعد ال 20 سنه بتدفع بقى الفلوس اللي عليك when the bonds mature 20 years later on 31 December 2012 two interest are required, one entry to record the regular semi-annually interest payment and a second entry to record the retirement of the bonds. هناخد another problem برضو related بالبونز، بس البونز issued at a discount. في حالة لما يكون في البونز issued at a discount، نقرأ كده مع بعض البروبلم اهي. ناخد this problem in example. Assume that TECH Corporation issues 10,000 bonds of 9%. بيقول لك على افتراض ان الشركة بتصدر سندات issues the number of the bonds 10,000 of 9% اللي هي الانترست بتاعتها كام، الفايدة بتاعتها الانترست 9% 9 over 100. وبيقول لك الماتيوريتي ديت 10 years bonds at the issuance date of 1 January the going market rate of interest as is slightly above 9% semi annually and the bonds sell at a price of only 98 Egyptian pounds per value 100 Egyptian pounds per bond. بيقول لسيادتك هنا ان الشركه بتصدر the number of bonds 10,000، الانترست بتاعتها 9%، بيقول لك الماتوريتي ديت 10 years، وبعد كده بيقول لك هنا the going market rate of interest is slightly above 9% semi annually، ان معدل الفايده في السوق بتكون اعلى من 9% اللي هم حاطينها، وطبعا دي سيمي انوالي الفايده بتدفع سيمي انوالي. وبعد كده خد الايه وراح باع راح باع البونز السندات بسعر كام، بدل باعها ب 98 وهي البار فاليو بتاعتها كانت بكام، البار فاليو القيمه الاسميه للسند البار فاليو بير بوند 100 ايجيبشن باوند، وطالب منك في الريكوايرد جورنالايز انترست. طبعا هتعمل حضرتك جورنال اهو زي ما هو ظاهر عند حضرتك على الشاشه، هنقول ديت items debit and credit. حضرتك هتكتب هنا في 1 جان 1993 حضرتك ايه اللي حصل هنا، حضرتك بيقول لك ان الشركه الكومباني ايه اصدرت the number of bonds 10,000 وبعتها بكام، ب 98، يبقى هتاخد ال 10,000 the number of the bonds multiply مش بالبار فاليو بقى اللي هي بالسيل اد برايس اوف اونلي 98 بالقيمه اللي اتباعت اللي هي 98، طلع الرقم كام؟
980,000 حضرتك you collected or the company ايه collected by cash كامل cash 980. وهو اساسا البار فاليو بتاعتها كام، اللي هي قيمه القرض، اللي هي القرض اللي حضرتك انت واخدها، انت اصدرت كام النمبر اوف بونز 10,000 بالبار فاليو 100، يبقى بيقول لي سيادتك ان البونز بيبل كام بال 1 مليون. جت منين ال 1 مليون؟ ال 10,000 مالتيبلاي 100 اللي هي البار فاليو، يبقى البونز بيبل 1 مليون ايجيبشن باوندز. يبقى بيقول لك ان قيمه قرض السندات البونز بيبل بال 1 مليون. طبعا ليه كتبنا البونز بيبل باي كريدت؟ عشان حضرتك دي لون، واللون النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت يا حضرات؟ كريدت. اي لون لايبيليتيز، واللايبيليتيز النيتشر بتاعها كريدت، فعشان كده كتبنا ان البونز بيبل حضرتك اللي هي قرض السندات، ان الشركه استلفت، المفروض الشركه هتستلف فلوس من افراد او من اشخاص او من شركات ايا كان اللي هي اصدرت بيها السندات اللي هي باعتهم. هي اصدرت 10,000 سند، 10,000 سند، قيمه السند اللي هي القيمه الاسميه بالايه؟ بال 100. طبعا خد ال 10,000 مالتيبلاي 100 يبقى البونز بيبل 1 مليون. حضرتك انت خدت منهم كام؟ you collected by cash 980,000. يبقى الفرق ما بينهم ال difference between them اللي هي ال 20,000 بنسميها discount on bonds payable. يبقى الفرق هنا اللي حصل ال difference between them بنسميها على انها discount on bonds payable. كده بتمثل ال discount on bonds payable على انها يا شباب loss ولا profit؟ طبعا loss. ليه loss؟ ان هو بيقول لك ان الشركة اصدرت كام النمبر اوف بونز 10,000، البار فاليو بتاعتها كام 100، هي راحت باعتها بكام السند اللي هو باع البير بوند بكام؟ البير بوند السند الواحد باع كام؟ قال لك يو سيل ات باي بير بوند ويتش نمبر 98، باعها ب 98، وهو اساسا البار فاليو بكام؟ ب 100، يبقى هو باعها بقيمه اقل من الايه؟ من البار فاليو، فكده يعتبر هو خسران. فالخساره دي بتمثل بنسميها في الاكاونتنج في البونز بيبل على انها ديسكاونت اون بونز بيبل. يبقى الفرق عشان تعالج الفرق ما بين الرقمين دول، يبقى الديفرنس بتوين ذيم 20,000 ذات مينز الديسكاونت اون بونز بيبل. طبعا الاكسبلينيشن بنقول issued ال 1 مليون ايجيبشن باوندز فيس فاليو اوف 9%، طبعا الماتيوريتي ديت 10 ييرز بونز ات، هو باعها بكام؟ بال 98. بعد كده عدى after 6 months، بعد 6 شهور، ان هو طبعا هيدفع الفايده سيمي انيوالي، طبعا حضرتك هتدفع الفايده بتاعه قيمه السند طبعا في جون 30 1993. After 6 months حضرتك هتدفع الفايدة الانترست، والانترست اساسا في الاكاونتنج اكسبنس ولا ريفينيو اكسبنس، والاكسبنس النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت يا حضرات؟ ديبت. فطبعا شكل الانتري هيبقى عبارة عن بوند انترست اكسبنس باي ديبت، وحضرتك يو بايد باي كاش، يبقى الكاش ان كريدت. الاكسبلينيشن سيمي انيوالي payment of bond interest، طبعا حضرتك اهو هتدفع الفايده بتاعه السند سيمي انوالي. جت منين بقى السيمي انوالي؟ هتتحسب ازاي يا حضرات؟ هتاخد طبعا اللي هي قيمه البوندز بيبل ال 1 مليون مالتيبلاي اللي ايه الفايده قد ايه الانترست 9% 9 اوفر 100 سيمي انوالي مالتيبلاي، اما نقول 1 اوفر 2 او 6 اوفر 12، هيطلع معاك الرقم كام؟ 45,000 باي ديبت اند باي كريدت 45,000. يبقى جت منين ال 45,000 يا حضرات؟ هتاخد ال 1 مليون اللي هي البونز بيبل اللي هي قرض قيمه قرض اللي حضرتك خدته ال 1 مليون مالتيبلاي الانترست كام؟ 9 اوفر 100 مالتيبلاي سيمي انوالي، اما 6 اوفر 12 اور 1 اوفر 2، هيطلع ايكوال 45,000 باي ديبت واند باي كريدت 45,000. بعد كده الخطوة اللي بعديها طبعا دخل بقى في السنة في نفس الديت، the same date in June 30 June 1993، هو بقى عايز يعمل closing بالdiscount on bonds ايه بقى on bonds payable، عايز يوزع الخسارة. هو كده كده مش خسران، الخسارة دي ل 20,000 20,000 اللي هي that means a discount on bonds payable، عايز يوزع الخسارة على عدد السنوات. ليه يا حضرات؟ عشان بتخش
تخص عمر البونز كله. وبالتالي لما اجي اعمل الانكم ستيتمنت، طبعا حضرتك الانكم ستيتمنت لما بتيجي تعملها عشان توصل للنت بروفيت بتقسم الانترست اكسبنس، عشان كده انا بشوف الانترست اكسبنس عليا كام عشان بعد كده اقسمها من الجروس بروفيت عشان في الاخر تطلع النت بروفيت، عشان ده بتاع السنه اللي يخصني السنه الحاليه. فلازم احسب الانترست اكسبنس. ليه؟ عشان تحسب الانترست اكسبنس عشان حضرتك بعد كده لما تيجي تعمل الانكم ستيتمنت وبعد ما بتطلع الجروس بروفيت بتخصم منها الاكسبنسز، والاكسبنسز داخله فيها الانترست اكسبنس. وطبعا حضرتك لازم تحسب الانترست اكسبنس بتاع السنه اللي يخصني بتاعت السنه الايه الحاليه. طبعا حضرتك هتحسبها ازاي؟ هتاخد طبعا الايه الخساره اللي انت خسر اللي انت خس... اللي انت حضرتك بالنسبه للشركه اللي هي خسرانه، اللي هي الديسكاونت اون بونز بيبل اللي هي ال 20,000 اوفر الماتيوريتي ديت كام، العمر الافتراضي بتاعتها، الماتيوريتي ديت فتره الاستحقاق بتاعتها قد ايه، العمر بتاعها قد ايه. هو انا مديها لك، نبص اهي 10 years 10 سنين، حضرتك هتسدد القرض المفروض اللي عليك في خلال 10 سنين 10 years، يبقى حضرتك هتاخد ال 20,000 over 10 equal 2,000، يبقى ايه؟ يبقى هتوزع الخسارة على ال 10 سنين، ال 20,000 هتوزع الخسارة بتاعتك على 10 سنين، يبقى 20,000 ايه divided by 10 equal 2000. طبعا حضرتك ال 2000 هتتقسم ان السنة بتتوزع مرتين، مرة في السيمي انوالي الجزء الاولاني في الفيرست بارت وفي السكند بارت، الجزء الاول لحد 30 جون، وبعد كده الجزء الثاني من اول from 1 جولاي لحد 31 ديسمبر، حضرتك هتدفع الايه الخسارة، ان الخسارة هتتوزع على السنة مرتين. فبالتالي يبقى 2000 هتقسمها divided by 2، ان كل واحدة منهم هتتوزع 6 months 6 months، لان السنة فيها 12 شهر، فطبعا اول 6 شهور الخسارة هتتوزع بالايه بال 1000، طبعا هي دي اول 6 شهور، فدي الخسارة اللي حضرتك اللي انت خسرتها من خلال الفرق، من خلال بيع البوند اللي انت بعتها، ان البوند اساسا البار فاليو بال 100 انت بعتها بكام يا حضرات؟ بال 98، فالفرق ده ما بينهم دي بتمثل لي خسارة ال 20,000، الخسارة دي انا وزعتها على 10 سنين ال 10 years، يبقى 20,000 divided by 10 equal 2,000 و 2000 جنيه، ال 2,000 وزعناهم السنة طبعا اتوزعت مرتين. إن طبعا ليه؟ ان هو بيقول لي سيادتك ان الانترست اكسبنس البوند انترست اكسبنس بتوزع مرتين في السنة، طبعا لما بتيجي توزع مرتين في السنة يبقى 2000 divided by 2 or divided by 6 months 6 months، يبقى اول 6 شهور هتدفع كام من ال 2000 1000، والنص التاني هتدفع ال 1000 من ال 2000 الباقيه. فطبعا خلينا في النص الاولاني، يبقى هتدفع ال 1000 للجزء الاولاني اللي عليك، اللي انا هضمهم في ايه، ان انا هحمل الخساره دي على البوند انترست اكسبنس. طبعا يبقى لما تيجي تعمل هاو تو ريكورد ان ذا جورنالايز انتري يبقى بوند انترست اكسبنس، وعملت لها كلوزنج مع الديسكاونت اون بوندز بيبل بال 1000، يبقى ال 1000 ديبت بكام، كتبنا الرقم بال 1000 والكريدت بال 1000، طبعا حملنا المبلغ على البوند انترست اكسبنس باي ديبت، وكلو حضرتك عملت كلوزنج مع الديسكاونت اون بوندز بيبل. الاكسبلينيشن بنقول امورتايز ديسكاونت اللي هي خصم الاستهلاك، امورتايز ديسكاونت. بعد كده بعد after 10 years بعد 10 سنين في 31 ديسمبر 2002، بعد 10 سنين بقى خلاص هتسدد بقى ايه، هترجع المبلغ اللي عليك بالقيمة الاسمية retirement of bonds، هترجع بالقيمة الاسمية طبعا اهو retirement of bonds. طبعا هنا البونز بيبل اللي كانت في الكريدت خلاص مشيت من عندك، ان خلاص هتدفع الفلوس اللي عليها هتبقى باي ديبت، وطبعا هنا حضرتك هتدفع يو بايد باي كاش، يبقى الكاش ان كريدت بكام؟ بال 1 مليون بقيمه القرض اللي انت خدتها، بال 1 مليون باي ديبت اند 1 مليون باي كريدت. الاكسبلينيشن ريتايرمنت اوف بونز. تمام كده يا حضرات؟ طبعا ده المساله الثانيه اللي هي متعلقه في حاله لما يكون في بونز ايشود ات ا ديسكاونت.
هنا المسألة الأولانية في حالة لما بيكونش في ديسكاونت، إن هو أساسا أصدر 10,000 بونز وهو البار فاليو ب 100 وباعهم زي ما هم بال 100، فبالتالي ما فيش ديسكاونت. دي المسألة الأولى لما بيكونش نو ديسكاونت. المسألة الثانية السكند بروبلم لما يكون في ديسكاونت، في حالة لما يكون البار فاليو ب 100 وأنت رحت بعتها بقيمة إيه أقل، less than by par value 198، يبقى this is a this is discount on bonds payable. تمام، ويبقى كده يا حضرات استكملنا الجزء اللي فاضل من الشابتر ده، اللي هي البونز، اللي هي السندات، اللي هي بتتكلم عن اللي هي البونز، الاكاونتنج فور بونز بيبل، اللي هي المحاسبة عن السندات المستحقة. وشكرا.